لحضراتكم فعاليات الاحتفال بمئوية ميلاد الأب، الكاتب، الشاعر، الصحفي، معلم الأجيال، الأسد المرقصي، وفم الذهب، وبابا العرب. كل هذه الصفات تجمعت في شخص واحد وهو قداسة البابا شنودة الثالث. معنا الآن نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها. برحب بنيافتك في البداية. حابين نتكلم في البداية عن البابا شنودة ولقبه إن هو الأسد المرقصي. كان دايماً معروف عنه إن هو لا يرضخ لأي شيء يخالف تعليم السيد المسيح، وكان دايماً بيحافظ على كنيسته. فعاوزين نتكلم عن المواقف اللي حافظ فيها على ثوابت الكنيسة ضد أي تيار خارجي ممكن يأثر فيها. بصي، الحالة لما أقول أسد مرقصي فأنا قدام مجالين. المجال الأول الدفاع عن إيمان الكنيسة وعقيدة الكنيسة وتاريخ الكنيسة، ولم يقبل أي نوع من الضغوط على الإطلاق في أنه يتنازل عن كنيستنا بعقيدتها بتاريخها. يتعامل بكل الحب مع كل الطوائف، ولكن مع الاختلافات العقيدية كان أسد يدافع ولا يقبل أي تنازلات في هذا المجال. الأمر الثاني اللي لازم نفهمه الحقيقة، أنا ما سافرت مع سيدنا بابا خارج مصر، وكان أسداً في الدفاع عن مصر إلى أبعد الحدود، وكنت ببقى متعجب جداً لما يتقابل مع أجانب ووكالات أنباء وصحافة، وهم مش بالسهل وهم بيتكلموا يحاولوا الوقيعة وياخدوا منه معلومة عن أي متاعب موجودة للأقباط في مصر، رغم أن كان في متاعب، إنما خارج مصر لا يتحدث إلا عن إيجابيات مصر، خارج مصر لا يتحدث إلا بأسلوب جاذب للأجانب للدخول مصر، داخل مصر في الغرف المغلقة نتحدث عن متاعبنا، عن ضيقاتنا، عن احتياجاتنا. هو ده البابا شنودة الحقيقة. البابا شنودة كان ملقب برضو بأن هو معلم الأجيال. إزاي كان بيقدر يوصل رسائله لكل الشعب بكل أعماره بطريقة بسيطة وكل الناس تفهم التعليم وتستوعبها؟ أول حاجة في كتاباته وفي عظاته، وعشان كده تلاقي كتبه كانت تنتشر بأعداد غير متوقعة، عظاته مسموعة بأرقام غير متوقعة، حضور عظاته الأسبوعية بأرقام غير مسبوقة في أي حتة في العالم. ومع ذلك أحب أقول حاجة مهمة أوي في سيدنا البابا. سيدنا البابا عنده الفكر الموسوعي والمعرفة الموسوعية، بمعنى يتكلم في أي مجال، في أي موضوع، في أي فرع من الفروع الدينية، يتكلم في الأديان إسلامية مسيحية كمتخصص جدا في كل هذه المجالات. وحاول حاجة لطيفة قوي، قداسة البابا لما بدأ يبقى يتولى مسؤولية أسقفية التعليم والإكليريكيات، ما كانش فيه مناهج للإكليريكية، فكان سيدنا كل سنة يدرس مادة أو مادتين جداد عشان يعمل منها منهج للإكليريكية لمن بعده، لحد أنه عمل مثلا في اللغات اليونانية والإبطية. فهو مؤسس مناهج الكلية الإكليريكية في مصر على مدى سنوات أسقفيته للتعليم. كان موسوعي في معرفته، يتكلم في الهندسة، يتكلم في الزراعة، يتكلم في التاريخ، هو ده البابا شنودة. عشان كده يندر تكرار شخصية زي البابا شنودة. نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بشكر نيافتك. أعزائي المشاهدين ومتابعين قناة مسات في كل مكان، برحب بحضراتكم من داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وبننقل لحضراتكم فعاليات الاحتفال بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. ويقام الاحتفال تحت رعاية صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. هيكون معانا دلوقتي الأرشمندريد دكتور زيمسكينوس الأزرعي رئيس دير ماري جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر والأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر. دكتور، برحب بحضرتك معانا على القناة. نشكركم في البداية على هذا اللقاء، وبصفة اليوم مندوب عن صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا
لقوم الأرثوذكس ثيودوروس الثاني، ننقل لكم أدعيته ومحبته بهاي الاحتفالية المميزة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أنا شخصياً منذ صغري بسمع عن قامة روحية من أرض مصر، وهاي القامة الروحية هي شخصية البابا الراحل شنودة الثالث، البابا 117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اللي بمحبته وبتعليمه أصبح باستحقاق رجل التعليم لكنيسته. اليوم نحتفل بهذا الاحتفال ومنستذكر هذا الرجل اللي استطاع أنه يبني علاقات مميزة مع جميع الكنائس، ومن ضمن هاي الكنائس هي كنيسة الروم الأرثوذكس، ممثلة ببطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا في مصر وكل أفريقيا، ولكن بشكل عام جميع البطريركيات والكنائس الأرثوذكسية المستقلة في كل العالم. وهذا إشي كان كتير واضح من خلال الزيارات المشتركة اللي تمت طول فترة حبريته، هذا واضح من خلال علاقته الوطيدة والقوية ببابوات الروم الأرثوذكس اللي عاصروا فترة حبريته هنا في مصر، ولكن هذا أيضا واضح بعلاقته الوطيدة أيضا بشعب كنيستنا. لذلك مع حوارات كتيرة إلي مع أبناء كنيستنا اللي عاصروا حبريته، بتذكروا ابتسامته، بتذكروا محبته، بتذكروا علاقته الطيبة فيهم. ولكن من خلال حوار الشخصي مع البابا ثيودوروس الثاني هذه الأيام، أكد لي على علاقتهم الوطيدة مع بعض، على مشاركتهم بعض الأفكار وسبل حل بعض الصعوبات. هو بينظر لإله بالفعل كقائد روحي عظيم، ولكن أيضا حدثني عن دوره المهم في تأسيس مجلس كنائس مصر. عشان هيك اليوم وبهاي الاحتفالية المميزة منقدر باستحقاق أنه نقول أنه مرور البابا شنودة الثالث من عالمنا كان مرور منير، مرور كتب في تاريخ الكنيسة القبطية بحروف من ذهب، وكتب أيضا بحروف من ذهب في تاريخ الكنيسة وتاريخ نجاح العلاقات المسكونية بين الكنائس المسيحية المختلفة. ولكن اليوم أيضا من خلال منبركم الكريم والمميز، اليوم مع أدعية قداسة البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني، أيضا نتضرع من أجل العمر المديد والصحة لقداسة البابا ثيودوروس الثاني، نتمنى له نعمة وبركة في مسيرته الرعائية الضخمة والمهمة وكل الجهود العظيمة اللي بيقوم فيها، مش بس من أجل كنيسته ولكن من أجل المسيحية في أرض النيل في مصر وفي كل العالم. نشكركم جزيلا على هذا الاحتفال، ومنقدم تحيتنا الكبيرة لجميع منظمينه، هي مناسبة مهمة وتستحق هذا الاحتفال. البابا شنودة الثالث شخصية عظيمة ومتفردة بكثير من الصفات، وللحديث عنها أكثر وأكثر ينضم إلينا الدكتور عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف ورئيس بيت العائلة المصرية بمحافظة الغربية. فضيلة الدكتور، برحب بك على شاشة قناة ميسات، أهلا وسهلا بفضل. أهلا بحضرتك وكل عام أنتم بخير. بنتكلم في معوية ميلاد البابا شنودة الثالث، لو تكلمنا عن صفات البابا شنودة الثالث وتأثيره ودوره الوطني المهم والفعال. هو نستطيع أن نختصر هذا الكلام بأن نقول أنه شخصية وطنية من الطراز يعني الممتاز أو من الطراز الأول، استطاع بتعاونه مع فضيلة الإمام الأكبر أن يمر بالبلاد في فترة كان يحيق بها الأعداء ويريدون أن يوقعوا فتنة بين المسيحيين وبين المسلمين أبناء مصر، إلا أن هذا الرجل العظيم استطاع بفطنته وبذكائه وبعلمه وبحلمه أن يضع يده في يد شيخ الأزهر
لكي يفوتوا الفرصة على جميع المتربصين بمصر. ويكفيه هذه المقولة أن مصر وطن يعيش فينا ولا نعيش فيه. مستمرين مع حضراتكم من خلال شاشة قناة ميسات، خليكم معانا. وهنتكلم دلوقتي عن لقب من ألقاب البابا شنودة، وإن هو لقب ببابا العرب. ليه البابا شنودة تم تلقيبه ببابا العرب؟ دلوقتي معانا سعادة السفير أشرف منير، مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية. سعادة السفير، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. احنا دلوقتي بنتكلم عن لقب البابا شنودة اللي هو بابا العرب، كان ليه العديد من المواقف الوطنية اللي ما كانتش بس خاصة بمصر ولكن خاصة بالمنطقة العربية كلها، وكان موقفه واضح في القضية الفلسطينية لما قال مش هندخل القدس إلا وأيدينا في أيدي إخواتنا المسلمين. عاوزين نتكلم عن هذا الموقف الوطني. وطبعا قداسة البابا شنودة شخصية أسطورية، وزي ما احنا بنحتفل النهاردة بالمئوية بتاعت ميلاده، فهو على مدار تاريخه كان متميز جدا حتى في اللغة العربية كلنا نعرف، وكان بيألف شعر، وكان له اهتمامات قومية واهتمامات سياسية، وكان له رأي دايما في القضايا العربية المختلفة. فبالتالي بابا العرب ده يعني كان تسمية الحقيقة دقيقة له، وهو زي ما كنت بقول شخصية أسطورية عظيمة. فاللي حقيقة ذكرتيه دلوقتي انه قال مش هندخل القدس إلا مع إخواتنا العرب، ده كان موقف سياسي، موقف حكيم. بالإضافة لكده طبعا هو زار أغلب الدول العربية خلال حياته على الأرض، وبالتالي يعني نشأت صلة صداقة بينه وبين قيادات هذه الدول وشعوبها. وكان زي ما بقول كان مهتم جدا باللغة العربية وشاطر فيها قوي من طفولته، فبالتالي أطلق هذا اللقب عليه عن استحقاق بالفعل، لاهتمامه بالقضايا العربية، باللغة العربية، بالشعر، بالمواقف السياسية اللي هي بتؤيد حقوق الشعوب العربية في بالذات تحديدا في الشعب الفلسطيني تحديدا على الوجه التحديد. يعني البابا شنودة كمان ما كانش بيسمح بأي تدخل خارجي، وكان بيرفض تدخل الدول الأجنبية إن هي تحمي المسيحيين في مصر. فعاوزين نتكلم عن حكمة البابا شنودة في إنه يخلي دايما مشاكلنا دايما تتحل داخل الوطن ومحدش يتدخل في هذه المشاكل ويحمي المسيحيين في مصر. بالطبع، لأن احنا شعب واحد سواء مسلمين أو أقباط داخل مصر على مدار مئات السنين، والشعب المصري شعب واحد سواء مسلمين سواء مسيحيين سواء حتى يهود في مراحل من المراحل الخاصة بتاريخ مصر، كان كل الديانات بتعيش، ديانات سماوية بتعيش في مصر جنبا إلى جنب، ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات. فلم يحدث على الإطلاق طبعا هذا الكلام، وده موقف عظيم وكل الشعب المصري بيؤيده وكل الشعب المصري سعيد بيه، لأنه زي ما بقول مشاكلنا بتتحل داخل نطاق الدولة المصرية، فما فيش أي حاجة اسمها إن احنا نستعين بجهة أو ما إلى ذلك، ده أمر مرفوض تماما. يعني هيكون معانا دلوقتي نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها عشان نستكمل الحديث عن قداسة البابا شنودة الثالث. نيافة الأنبا بنيامين، برحب بحضرتك من بنيافتك معانا على قناة ميسات. أشكركم على الدعوة الكريمة وسعيد بالحضور والكلام. سيدنا، على الرغم من أن البابا شنودة كان يتيم وفقد والدته يوم ميلاده إلى أنه كان مثال للأبوة، إزاي نيافتك كنت بتشوف الأبوة في حياة البابا شنودة؟ أولا عايز أقول يتقدس فمي عشان أتكلم عن البابا شنودة، لأنه كان فعلا أب وربنا أعده أنه يكون أب، بمعنى أنه اختبر اليتم فبقى يقدر وجود الأب والأم، فبقى هو الأب والكنيسة الأم. كمان أبوته كانت بتخليه يعمل حاجات غير مسبوقة، زي مثلا يتقابل مع الفقراء في لجنة البر ويديهم أكثر مما يطلبون، البنت اليتيمة والبنت اللي هتتجوز، يعني كل الأنواع يعني، فكان أب كبير قوي يحتوي الكل. كمان كان أب في تعليمه، يعلم الناس برفق ويطمن إن المعلومة وصلت وبطولة بال وببساطة، فكان أب حتى في التعليم.
فكان في أبوته يساعد الكل، في أبوته يحتمل الكل، في أبوته يساعد الكل، يعني كان فعلا أب بمعنى الكلمة. أنا عمل معايا حاجة أنا ما كنتش أتوقعها، يعني لما اتفقت مع أب اعترافي على إن أنا أترهبن، وهو عرف من أب اعترافي إن أنا هترهبن، قعد معايا قعدة وأكد إن طريقي هو الرهبنة. شاب هيترهبن يهتم بيه ويقعد معاه ساعة ونص بأبوة، وقال لي أنا هاخدك في عربيتي علشان أوصلك للدير. أنا بقيت مذهول، أبوة كبيرة تحتوي وتحتضن أي إنسان. كمان في أبوته يشوف كل احتياجات الإنسان، يعني وضب لي القلاية قبل ما أروح، وصلى لي فيها بعد ما رحت، وكلفني بحاجات ريليتد ليه، يعني متعلقة بيه في الشغل. فاللي يرتبط بالبابا شنودة يحس انه بقى في حضن أب كبير قوي قوي قوي، بحيث يديله ما لا يفكر فيه. يعني أنا كان كل حلمي أنه يوافق على رهبنتي، كمان ياخدني في عربيته ويوصلني ويصلي لي في القلاية ويوضبها لي. فالأبوة عند البابا شنودة أبوة، يعني أقدر أقول عليها أبوة كبيرة بحجم البابا شنودة، مش أي أب تاني يعني. ولذلك كل الناس أحبته لأنه أب، كل الناس محتاجة الأب. وشفنا في نياحته الشوارع اللي حوالين الكاتدرائية والحوش بتاع الكاتدرائية والكاتدرائية نفسها، كل الأماكن مليانة ناس، ملايين، مجرد سمعوا الخبر وطول الليل موجودين وطول النهار 3 أيام. أحبه الناس كأب. وفعلاً بابا شنودة يعني من النادر أن يتكرر في أبوته واهتمامه بالإنسان والنفس البشرية. دع الله بينك وبين الضيقة فتختفي الضيقة ويظهر الله المحب. قداسة البابا كان جدير أنه يخرج من كل المواقف اللي بتتعرض ليها الكنيسة خلال فترة وجود قداسته بكل المحبة وبكل الحب، ودائما مكان ومازال يعبر بالكنيسة إلى بر الأمان. معنا ومعاكم في لقاء حصري نيافة الأنبا أغاصن أسقف مغاغة والعدوى، سيدنا برحب بيك على شاشة قناة ميسات. ظهور نيافتكم معنا شرف كبير، أهلا وسهلا بنيافتك. أهلا بحضرتك. سيدنا في البداية الكلام والحديث يطول عن مثلث الرحمات البابا الأنبا شنودة الثالث، لو تكلمنا نيافتكم عن الصفات اللي كان بيتحلى بيها حضرة صاحب القداسة البابا شنودة الثالث تكون هي إيه؟ قداسة البابا شنودة نيح الله نفسه الطباوية كان يتميز بصفة الأبوة، كل من يتعامل معه يلمس هذه الصفة، وبناء على صفة الأبوة كانت تظهر كل مواقفه وأفعاله. قداسة البابا شنودة كان يتصرف كقائد روحي خبير مخضرم، ولذا الأزمات التي كانت تتعرض لها الكنيسة كان يواجهها بحكمة واقتدار وصلاة وصوم ودراسة المشكلة وكيفية الخروج منها بأساليب وطرق عديدة. والكل يشهد أنه الكنيسة تعرضت لأزمات كثيرة جدا، لكن هو كان قائد ماهر مثل سفينة ضخمة في البحر، كان قائد ماهر يعرف كيف يقود السفينة في أصعب الأوقات ويواجه الرياح العاتية والأمواج ويعبر بسفينة الكنيسة بنجاح، لدرجة أنه كان البعض من الناس لديهم أغراض سياسية خاطئة يريد أن يضع الكنيسة في صدام مع الدولة. قداسة البابا لم يعطي أمثال هؤلاء فرصة،
وكان تمر الأزمة بسهولة، وكل القيادات المصرية وكل المصريين يشهدوا لوطنية قداسة البابا شنودة التي تجلت فيه بأحرف منها. أشكر وجود نيافتك يا سيدنا، تشريف كبير لينا وجود نيافتكم. شكرا لنيافتك مرة تانية. شكر محبتكم، شكرا لكم. هيكون معنا دلوقتي دكتور بيتر حبشي، استشاري طب وجراحة العيون، لاستكمال الحديث عن مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. دكتور بيتر برحب بحضرتك معنا. أهلا بيكم ومبروك على الاحتفالية الجميلة دي. يا دكتور بيتر بشكر حضرتك جدا. البابا شنودة قال خفق القلب صلاة، فكان بيعتمد في تعاليمه على البساطة والبعد عن التعقيد. إزاي حضرتك كنت بتشوف تعاليمه وما مدى حبك ليها؟ البابا شنودة كان راجل بسيط يحب السلاسة، وكان البابا شنودة موهوب في أنه يبسط أي حاجة ويوصلها للناس بصورة سلسة، وده مش بس في الأمور الدينية، ده كان كمان في الأمور الحياتية. كان راجل يجيد ده، وكنا كلنا بنتعلم منه، وكان راجل شاعر، فده كان حاجة يعني يقول يعني هي الحكمة كانت تتعلم من البابا شنودة. طبعا ده أثر فينا كلنا، وبجد أنا النهاردة فخور وسعيد أن أنا أشارك في احتفالية مش هتتكرر تاني للبابا شنودة. ومعنا دلوقتي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمين، المنسق العام لبيت العائلة وعضو مجمع البحوث الإسلامية. أهلا فضيلة. أهلا بك يا فندم. إحنا بنتكلم عن قداسة البابا شنودة، وأنه دايما كان عايش مع فضيلة الإمام الشيخ الشعراوي رحلة حياة بتتمتع بالمحبة والصداقة. حياتهم كانت عبارة عن عظة صامتة للشعب، فماذا نتعلم من هذه العظات الصامتة في حياة البابا وفضيلة الإمام الشيخ الشعراوي؟ طبعا في الحقيقة احنا بنتعلم من هذا ان طبعا المحبة ودائما وابدا الوئام. وبقول لحضرتك وأنا الآن بتكلم يعني عن الأزهر الشريف، ممثل عن الأزهر الشريف حضرتك، بنقول إن هذه هي طبيعة المصريين، هذه هي الطبيعة، وهذا هو النسيج الوطني، إذ أن مصر ضربت النموذج الأمثل في تحقيق معنى التعايش، في تحقيق معنى المحبة، في تحقيق معنى الوئام بين أبناء مصر، ودي مصر اللي انذكرت في القرآن الكريم واللي ربنا قال في شأنها في القرآن ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، واللي قال فيها زي ما ورد في الكتاب المقدس مبارك شعب مصر. عايز أقول لحضرتك إن مصر يعني بما فيها وهي أرض مباركة لابد وأن ينشأ هناك ترابط بين أبناء مصر، وخاصة نجد إن يعني كبار الدعاة من كلا الجانبين القيادات الدينية، فضيلة الإمام محمد بن طهر الشعراوي وقداسة البابا شنودة الثالث وطبعا مثلث الرحموت، بما نراه من مودة ومن تلاؤم ومن وئام، هذا يبرهن على مدى ما بين المسلمين وإخواننا الأخباط في مصر من وئام وصداقة. وعايز أقول إن الأزهر الشريف بيقدر للكنيسة المصرية قدرها، وبيقدر رجال الكنيسة المصرية وعلى رأسهم ما نحتفي به اليوم المحتفى به، ونحن نحتفل مصر أو الأزهر الشريف يقدر للكنيسة المصرية قدرها، الكنيسة المصرية تقدر للأزهر الشريف قدره، وهذا يبرهن على أن مصر هذه هي بلد التعايش السلمي، وفي ظل المودة والمحبة نعيش تحت سقف واحد في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ندعو الله أن يمنح مصر الأمن والأمان، وأن يوفق قائدها لما فيه رضا الرحمن. القس متى نعيم كاهن كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس المتانية بالعياط، وتسابونا ورحب بك على شاشة قناة ميسات. أهلا وسهلا بك. أهلا بك، كل سنة حضرتك طيب، ويعني احتفالية سعيدة، والبابا شنودة مجرد من الإنسان يذكر اسمه الفرحة تمس القلوب. فالبابا شنودة يعني كان كنز وعملاق، وكان كارز، وكان من الآباء القديسين، ولمسناه في لجنة البر غض النظر عن الآباء الكهنة وأسرهم، هو كان بيهتم بالكل وبيحب الكل، وليوم الخميس ده من كل شهر في لجنة البر يعني كان قداسته يلتقي بكل الفئات وبكل المراحل، وكان سيدنا يعني عطوف محب يحس بالآخرين، وكان عنده محبة وعنده احتمال
في عز ما هو كان تعبان وفي عز ظروف يعني الصحية كان بيهتم بالكل وكان عنده وقت كافي للكل ويسمع الكل، وكان دايما يبقى سعيد قوي لما يقابل حد في اجتماع يوم الأربع بعد الاجتماع ما يخلص، وبالأخص من عامة الشعب ما كانش بيفرق بين أي حد، وكانت كل الناس عنده أولاده وكان يعني محبة فياضة للكل. تسابونا في نهاية اللقاء لو توجه كلمة لقداسة البابا شنودة الثالث بمناسبة الاحتفال بمرور 100 سنة على ميلاد قداسته تكون هي إيه؟ إحنا البابا شنودة عايش وسطينا، حاسين بوجوده دايما معانا، هو مش انتقل من عالم كله تعب إلى عالم كله أفراح، فسيدنا البابا شنودة بنقول له كل سنة وأنت طيب، ويكفي إن البابا شنودة يعني أنا واحد من أولاده بلدياته من أسيوط أساسا، وهو يعني من الآباء اللي كان بيحب الصعايدة دايما ويضرب أمثال، فإحنا نقول له يا سيدنا هنيئا لك الفردوس وتذكرنا أمام العرش وتذكر الكنيسة إن أنت تعبت وأسست، فيذكر الكنيسة المنتصرة إلى أن تأتي الكنيسة المجاهدة، فكل سنة وقدستك طيب يا سيدنا، ونبعت لك التهاني القلبية من قلوبنا، ونقول لك اذكرنا أمام عرش السماء. ما زلنا مستمرين مع حضراتكم من داخل مركز المنارة للمؤتمرات، وبننقل لحضراتكم فعاليات الاحتفال بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. معانا لجنة من بيت العائلة المصري اللي أسسها قداسة البابا شنودة الثالث بالمشاركة مع فضيلة الإمام الأكبر أستاذ دكتور أحمد الطيب، هيكون المتحدث والمتكلم نيابة عنهم القس إرميا مكرم. وتسابونا كاهن كنيسة عضو كاهن كنيسة مرجرجس بالساحل وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصري، برحب قدسك أبونا. أهلا بيك. إزاي قدسك بتشوف وطنية قداسة البابا شنودة الثالث؟ في الحقيقة وقت إنشاء بيت العيلة كان الوضع صعب جدا وكان لا يحتمل، وفي الحقيقة دايما البابا شنودة كان بيبقى عنده حس وطني تجاه القضايا الوطنية، وكان حب مصر في قلبه، وكانت مصر هو عشقه العاشق يعني، ولدرجة أنه كتب أشعار يعني عن الوطن وكده. علشان كده لما جت مبادرة فضيلة الإمام شيخ الأزهر دكتور أحمد طيب بمبادرة إنشاء بيت العيلة، كانت الموافقة الفورية من قداسة البابا من أجل تهدئة الأوضاع وتهدئة الأمور ومن أجل سلام الوطن وسلامنا كمان بيننا وبين شركائنا في الوطن في أرضنا الحبيبة مصر. لما بتسمع اسم قداسة البابا شنودة إيه أول حاجة بتيجي على بالك؟ قداسة البابا شنودة رمز من رموز الوطنية في مصر، يعني بداية بيت العيلة مع التعاون مع فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، يعني هو من الشخصيات الملمسة للمشاكل المصرية الموجودة في المجتمع المصري، وليه إحساس يعني قريب جدا من الشخص العادي، فديت من المميزات اللي كانت في البابا شنودة الله يرحمه ويقدس روحه، فديت من أهم السمات وطنيته وحبه لسواء النسيج المصري كامل سواء الإخوة المسيحيين أو الإخوة المسلمين. ازاي كنت بتشوف قداسة البابا شنودة اهتمامه بيبان للشباب في فترة حياته؟ بيت العيلة رافعين شعارنا ان احنا كلنا مصريين، كلنا في حب الوطن، وكلنا نقدس ونحب من يحب الوطن، ونقدس رجال الدين المحترمين، وبشكر كل اللي قايمين على هذا الاحتفال الرائع، لي يعني لان ده يعني على كل ما بنسمع الكلام عن بابا شنودة ووطنيته وبتاع فهو يستحق اكثر من ذلك. سعيدة جدا ان انا بشارك في احتفالية بالجمال ده بصراحة، وان احنا ما كانش لينا قبل كده برضو كشباب فرص زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي، وانا سعيدة جدا بالمشاركة وسعيدة بالتعاون ما بين كل الجهات المنوطة بالحدث. نتكلم عن قداسة البابا شنودة الثالث وانه اخرج الكثير والكثير من الاجيال، خلينا اقول اتعلمت ايه من قداسة البابا شنودة؟ طبعا انا فخور وبعتز ان انا من احد تلاميذ قداسة البابا شنودة، تعلمت منه الكثير والكثير خلال فترة الدراسات في الإكليريكية والدراسات العليا بالمعهد العالي للدراسات، يعني محاضراته كلها للنهضة للتقدم، وكان يركز دايما على النهضة في كل شيء. البابا شنودة انا طبعا ملقبه بحكيم عصره، او بقول عنه عبارة اعظم من ولدته النساء في جيله في عصره. البابا شنودة عمل نهضة كبيرة في الكنيسة،
في كل شيء، أسس الإكريكيات في كل مكان، أسس الخدمة للسم والبكم ذوي الاحتياجات الخاصة في مصلحة السجون، عمل نهضة وكنائس ومقرات في خارج مصر وبلاد المهجر. البابا شنو دايما يركز في خدمة إخوة الرب. أكتر حاجة تعلمناها يقول لك من سألك فأعطيه، يعني البابا شنو ده مدرسة كبيرة، وهو قائم حي، يعني هو تنيح ولكن روحه معانا، تعليمه ممتد إلى الأجيال، ترك لنا ثروة كبيرة من العلم، إن كان عن طريق السمعيات أو الكتب أو المقالات أو العظات. لغاية الآن النهاردة البابا شنودة في كل بيت عظات على وسائل التواصل الاجتماعي، على القنوات الفضائية المسيحية، صوره في كل مكان، في قلب كل إنسان. البابا شنودة شخصية نادرة لن تتكرر، يعني البابا شنودة احنا ليل ونهار احنا يعني بنشفع به وبنصلي من أجله لكي نيحه الرب في أحضان القديسين. البابا شنودة مصري عروبي حتى النخاع، يحب مصر جدا، يحب شعب مصر جدا، وضع فينا محبة الآخرين. يعني البابا شنودة لما نتكلم عليه مش هنخلص. هيكون معنا دلوقتي فضيلة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لاستكمال الحديث عن قداسة البابا شنودة الثالث. دكتور نظير برحب بحضرتك معنا على قناة ميساد. أهلا وسهلا يا فندم، وكل عام وأنتم بخير. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور حضرتك الشيخ علي زين العابدين الجفري كان بيحكي عن لقاءه مع البابا شنودة وبيقول إن قداسته هو صاحب مقولة إنني أهتم بغيري فإنني أحترمه فإنني أحبه، فكيف ترى قيم التسامح والمحبة في حياة قداسة البابا شنودة الثالث؟ دعني أقول بأن هذه المقولة واحدة من المقولات الدقيقة جدا والتي تكشف عن عقلية فيلسوف وشخصية إنسان يتحدث عن كيفية التعامل والتناغم والتكامل بين أبناء الوطن حتى وإن اختلفت رؤاهم واتجاهاتهم الفكرية والعقدية والدينية. وحقيقة مثل هذه المقولة ليست بمستغربة عن شخصية مثل قداسة البابا شنودة الذي عرف بفلسفته الفكرية ورؤاه العلمية. هذه المقولة يمكن أن تؤسس لعدة معاني، أنا أتعامل مع الغير فإني أحترمه فإني أحبه، هذا يعني في نوع من التسلسل المنطقي أو الترتيب المنطقي بالفعل، لأن لغة التعامل الأمثل لا تكون إلا من خلال الاحترام، والاحترام هو الذي يقوم ب يعني إطفاء نوع من التبجيل، والتعامل الأمثل الإيجابي الذي يكسب الأشخاص مزيدا من التقدير ومزيدا من العلاقة ومزيدا من المحبة. وبالحديث عن البابا شنودة الأب الراعي الحكيم معنا دلوقتي القمص بطرس بسطروس وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، برحب بقدسك. أهلا وسهلا بيك وسعداء بهذه المناسبة الطيبة واجتماعنا معا بهذه الروح الطيبة في هذا الاحتفال الكبير ومناسبة المئوية لحبيبنا قداسة البابا شنودة الثالث. اسمح لي ان انا اتكلم مع قدسك عن البابا، انه دايما كان حريص على نصيحة الرعاة والاهتمام بيهم علشان هم كمان يهتموا بالشعب، وكان دايما بيقول ان لو الكاهن ارتاح الكنيسة تتعب، ولو الكاهن تعب الكنيسة ترتاح. فاحنا عاوزين نتكلم عن تعب البابا شنودة وبدله في العطاء والخدمة لشعبه حتى وهو مريض. الحقيقة أنا في البداية عايز أقول أن لساني يتبارك حينما أذكر اسم حبيبنا قداسة البابا شنودة، لأني أشعر دائما أنه وإن مات يتكلم بعد. قداسة البابا شنودة ترك في قلوبنا وعقولنا كل ما هو جيد في الحياة. فالحقيقة قداسة البابا شنودة كان نموذج طيب أمام كل المصريين ليس الأقباط فقط، وكان مثالا في كل شيء. أما عن مقولة أنه يتعب لكي يرتاح الشعب، فكان كما يعلم بها هو يعملها أولا، فنحن وجدناه يعمل حتى النفس الأخير، حتى في آخر لحظاته في الجسد وهو يسكب سكيبا، ولكنه كان يعز ويعلم ويهتم ويفتقد ويسأل. فكان نموذج أمامنا كرعاة كيف يعمل بهذه الجدية وكيف يعمل بهذا النشاط وهذه الخدمة المثمرة. فكان أمامنا نموذج طيب بلا شك
تعلمنا منه الكثير، وهو بالنسبة لي أنا كمان بحس أنه هو القدوة أمامي في كل شيء. أنا ربما رسمت كاهنا في سن صغير، ولكني تتلمست على يديه في الرعيل الأول في الكلية الإلكترونية بالإسكندرية ابتداء من عام 73، وتتلمست على يديه وتعلمت منه وصرت تلميذا إلى يومنا هذا. قدسة البابا شنودة ترك لنا تراث وترك لنا تعاليم ستظل باقية عبر كل الأجيال نحن نشرف بها بلا شك. أشكر هذا الوفاء أن نقيم هذا الاحتفال بمناسبة المئوية لقداسة البابا شنودة لكي نعلن أمام العالم أن الذي يسري الكنيسة ويسري بلادنا مصر نحن لا ننساه على الإطلاق.